العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. السلام عليكم، كيف أخباركم؟ إن شاء الله طيبين، كيف أحوالكم؟ مطمئنون عليكم كلكم إن شاء الله بخير، ربنا يحفظكم أجمعين إن شاء الله. أهلنا في مدني، السلام عليكم ولاة الجزيرة، كيف أخباركم؟ مطمئنون عليكم. احنا في الخرطوم ومدرمان بحري، طمنونا عليكم ان شاء الله بخير. الاسر الصامدة والاسر الثابتة، شرق النيل كيف اخباركم؟ ان شاء الله بخير. بورسودان سلام عليكم. يا عامة سلام عليكم. مستنفرين احتياطي مركز الشرطة عامة، جهاز الامن، هيئة العمليات، فدائيين، كلكم ان شاء الله بخير، كيف احوالكم؟ كيف اخباركم ان شاء الله طيبين. ها حماس كيف يا جيش؟ جاهزين بكره ان شاء الله جمعه الغضب دي؟ يعني دارين اول حاجه السنه اللي سناها لنا السيد العميد طبيب طارق الهادي، يعني بينقل لنا الخطبه بتاعت الجمعه من الخندق، فاحنا دارين نشوف، يعني شفنا الجمعه اللي فاتت والقبليها صور من مسجد المدرعات، دارين نشوف كنزاتكم انكم معانا يا جيش، يعني مثلا انكم بتصلوا براكم احنا برانا دي ما بتنفع. دارين نشوفكم بكره ان شاء الله في الصلاه بتاعت الجمعه دي، وتتحركوا انتوا ذاتكم معانا، واساسا جزء منكم حيكون في الشارع يعني. والخطوات اللي بدت الليله دي احنا دارين بس ناكد عليها ونتعاهد عليها، ونسمع تمام القوات المسلحة بكرة بإذن الله في الشارع. ما عندنا حاجة كثيرة يعني، وما في كلام يتقال إلا الفعل بعد ده. صلاة إن شاء الله في المساجد كلها بكرة. خطبة بتاعتنا هي تعبئة عامة، التعبئة عندها شرح، يعني الأئمة يشرحوا للناس شنو يعني تعبئة عامة، وشنو يعني إنه الناس تقف تدافع عن عقيدتها وبلدها ووطنها وأرضها.
وكيف انه الناس تستبسل في الحاجة دي. الحاجة التانية رسالتنا للمستنفرين في السودان. عندكم عقيدة قتالية هي المستهدف الآن، يعني انت كبني آدم مستهدف، لكن عشان اقتلوا جواك الفكرة اللي خلتك انك تمشي معسكر وتهب من جامعتك ومن قرايتك، او انك انت بر السودان. كثير شباب كثير اهلهم في السودان هم قطعوا شغلهم، قطعوا جامعاتهم، مغتربين، شباب اولاد وبنات جو راجعين السودان، فهم دارين يقتلوا الفكرة بتاعتك دي. عزيزي المستنفر، في الفترة اللي فاتت انت واجهت صعاب كثيرة وخلتك تشك في العقيدة دي ذاته. اول حاجة واجهت الاعلام السالب بتاع الحرية والتغيير اللي كانوا بيقولوا عليك ارهابي، وانت ما فيه انت فاهم انك اللي بتعمله ده، هل هو ده الدين الله قال لنا ندافع ولا ده ارهاب؟ انت لعبوا على الحتة دي خونة. وصلت بيهن الجرأة، بيقولوا انه ربنا سبحانه وتعالى بعشمنا في النصر وآيات التعشيم، وربنا سبحانه وتعالى ما عشمنا، والله سبحانه وتعالى ما بيكذب، والله سبحانه وتعالى ما بيخون، والله سبحانه وتعالى ما بيعاهد وبينقض العهد. هم قالوا لك بلغة بسيطة، قال لك انتوا بتسمعوا في آيات الانتصار بتتعشموا وآيات الصبر والفرج، ودي ما جاية. قال لك عديل، فليك حق عقيدتك يا عزيزي المستنفر تتهزى. كثير الايام اللي فاتت دي بنشوف بعض الخروقات من المستنفرين. طبعا احنا بنقول المستنفرين كلهم 100% على قلب رجل واحد، وهم عارفين نفسهم طالعين لشنو. فيهم ناس خونه بالمناسبه، فيهم ناس زارعاهم الحريه والتغيير. وتكلمنا قبل كده عن الخيانات اللي بتحصل للمستنفرين، واستشهدوا بسببها ناس، وبيطلعوا الحريه والتغيير يقول لك الليله ماتوا 400 مستنفر، بيكتلوهم الجيش، بيكتلهم هم. ديل الخيانات اللي حصلت منهم، والتصحيح بتاع التدوين اللي بيحصل من المزروعين في المستنفرين. زي ما الجيش فيه شرفاء وفيه خونة، زي ما الشعب السوداني فيه شرفاء وفيه خونة، في كل حتة بتلاقي الخاين والمنافق. أنا دار أقول للمستنفرين، اتذكر الحاجة اللي خلتك تشيل كلاشك وتطلع تدافع، اتذكر موقفك ده، واتذكر إنه البلد دي واقفة عليك، واتذكر إنه إحنا في لحظة حاسمة ولحظة الثبات، واللحظة اللي فيها زعزعة وتصل القلوب الحناجر. دي ابتلاء حصل للأنبياء. خليه انت العادي ده، وخليه انت لسه تجربتك في الحياة، انت زول لسه الحياة ذاتك ما جربتها، ما شفت حاجة، لقيت روحك انك قفلت باب الجامعة وفتحت باب معسكر، لقيت انك كنت نايم في سريرك وصحوك نايم في خندق، لقيت انك كنت نايم في بيت كن آمن في سربك مع ابوك وامك واخوانك، بقيت روحك بايت في الخلاء ولا بايت في معسكر بتتدون ومحاصر. احنا عارفين التجربة دي، وعارفين الامتحان، وعارفين الزعزعة اللي حصلت حتى من خونة وطوابير القوات المسلحة. الكل يوم انت حسي بتسمع ان الجيش والله رفض يسلح في كوستي، والجيش رفض يسلح في سنار، والجيش رفض يسلح المستنفرين، وانت بتسأل روحك انا شايل روحي في كفي عشان احمي القوات المسلحة، والقوات المسلحة ما دارت تسلح. انا فاهم الحاجة دي وعارفها، لكن دارك تثبت، ودارك اي مشكلة تواجهك وعقدة تواجهك تمشي فيها بالطريقة الصح. احنا البلد الان محتاجك، وانت محتاج لنفسك ذاته، وانت محتاج لاخوك معاك. احنا المسألة بتاعت الهروب ضاقت علينا، يعني قصة انك تسوق اهلك ببوكس ودفار تمشي سنار بقت مستحيلة، تسوقهم وتمشي سنجة مستحيلة، تمشي مدني لناس خالتك مستحيلة، تجوا راجعين شندي مستحيلة، دار تمشي برسدان اللي هي الهدف الاول مستحيلة، دار تمشي القضارف داخل ليها وبي احمد كمان مدني الحسع دي بقت هي لغمة سائغة عند الحشود اللي بتجي من دولة جنوب السودان. كوستي ما هي المعبر لجنوب السودان، ده احتلال، بيقوا داخلين سايح حسي الليلة، تسمع الحامية في كوستي جات، الحامية رجعت، الحامية مشت، ما عندك حتى غير المواجهة. فلازم تثبت الصف حقك، يكون فاهم نفسك بتعمل في شنو. الدار اتكلم معاك في عقيدتك الغتالية دي اللي انت الليلة ناس بقول لي يا أخي عندكم في المستنفرين خطوا كلاشن وجروا، بقول له المستنفر ده تربية 3 شهور في العسكرية، لا يمكن تقارنه بضابط لواء أركان مركن عنده خبرة عسكرية في اليمن اسمه أحمد الطيب، كان قائد حامية مدني اللي انسحب 40 سنة بيتعلم في العقيدة القتالية، وجا خاننا في ثانية واحدة.
حتى يثبت العكس او يسهر الناس اللي معاه. انا داير وحسي احمد الطيب يتكلم يقول اداه التعليمات منه والرفض اديه التعليمات منه، لكن محاكمة احمد الطيب او يخفوه او يكون مش للدعم السري. لكن لو احمد الطيب ده ظهر عند الجيش حنعرف الوراء منه طوالي، ما في حاكمة بالسر وما في معلومة عند الجيش حتتدسى، كله بيظهر كله بيظهر، اتضيع اخوانه اتضيع بلده واتضيع الجيش بيظهر. اذا قدرت تقارن عقيدة مقاتل اتعلمها في 3 شهور في ظل الحرب ما بتقارنها بعقيدة بتاع الزول اتعلمها وسافر ليها برا واخد لها دورات ودخل ليها كلية قادة واركان لحد ما ركب ركن وانسحب وخان، شاف الضغوط عليه وشاف اغراءات اشتروه بقروش. الليلة السي اي اي بتتكلم عن انه في تقرير بتاع هاتسون ده بيقول انه قائد الفرقة الاولى المدني اشتروه وتم شراءه. احنا ما بهمنا تم شراءه ولا ما تم شراءه، احنا بهمنا مدني ترجع، اشتروا القائد اشتروا البرهان اشتروا الجيش، ما بهمنا ده. والتبريرات والكلام حنقعد نلوك في القصة دي سنة كاملة. احنا شايفين في حامية عسكرية في بورسودان وشايفين في جيش ممكن يعمل انزال مظلي، احنا شايفين طيارات جديدة دخلت في فلامينغو في بورسودان، شايفينها في وادي سيدنا، شايفينها في مطار مروي، احنا شايفين في بروتوكولات عسكرية بنتكلم عن البرهان بنقول له فعيلة فعل الاتفاقيات العسكرية بيننا وبين دول الجوار، ده ما شغل سياسة إذا أنت بتحب السياسة. فعيلة تكلم عنها مصر من من واجبها إنها تيجي تحرس الجبل أولي ده. السد لو ينكسر مصر ما بتغرق، كلمهم. دولة جنوب السودان بدل ترسل لنا إسناد خطها بتاع البترول هي بتدعم في المتمردين وبترسل في ميليشيات مجرمة. امبارح كانوا ظاهرين حايمين في جهة المدرعات مجموعة كبيرة منهم، قلت لهم صوروهم في كل الأشكال، طلعوا بطاقاتهم وخطوهم ويعملوا لهم فايل، دار يعمل لهم فيديو يترسل لي سلفاكير. هو قايل الأسد وقع خلاص دار يقوم يهابش. أيها المستنفر أنا فاهم كل الحاجات دي وأنا معاك في صفك ودعمك لكن دار اذكرك العقيدة القتالية دي جواك هي دي المستهدفة. الليلة لو انت دار تبقى في عقيدة القوات المسلحة تخش عليه معسكر وتقعد تنتظر التعليمات، انت ما جيت عشان تعليمات. التعليمات اللي ممكن تتلاعب فيها ايدي خارجية او خيانة بتاعت قائد فرقة او ضابط موالي للدعم السريع، احنا تعليماتنا ما كده، احنا تعليماتنا بندقيتك اخذت فترتك التدريبية عارف نفسك طالع الشارع تعمل شنو، الغايد ما بثبتك. انت شغال تحت القوة النظامية عشان ما يوصفوك انك ارهابي وعشان ما يقولوا عليك انك جايب حرب اهلية. احنا ما طلعنا السلحنا برانا وكان ممكن نعمل الحاجة دي عشان ما نفرتك بلدنا ونجيب لها الفصل السابع ونجيب لها التهم والاجراءات. احنا شغالين تحت القيادة بتاعت القوات المسلحة، القيادة بتاعت القوات المسلحة مطلوب منها تسليح المستنفر. اذا الغايد ما عنده سلاح يطلع ينور الولاية يقول لهم انا ما عندي سلاح، انا ما بقدر اجيب جنود واسلح لكم المستنفرين، سوقوا اولادكم واطلعوا. القائد بتاع الحاميه بكره لازم الكلام ده يحصل، لازم القائد ده الناس تمشي تقعد معاه والنظارات والادارات الاهليه كباركم لازم يمشوا يقعدوا مع الوالي ويقعدوا مع القائد الحاميه العسكريه، او ما في زول يطلع يقول لي والله الدعم السريع خش شندي. طوالي حقول المواطن انا ما حتكلم مع القائد ولا حتكلم مع الحاميه العسكريه ولا حتكلم مع الوايه اللي بتاع نهر النيل، انا حتكلم مع المواطن. انت عندك اسبوع وشفت مدن اللي حصل فيها، مشيت قعدت مع القائد بتاع الحاميه ولا ما قعدت؟ تصور لي لقائك معه. عندنا يومين، عندنا يوم الجمعه ان شاء الله، الجمعه دي اسمها جمعه الغضب. السودان ده كله والمساجد تطلع واي دعامه شاك فيه وفي اي حته بكره احنا حننظفهم في الاسواق، حننظفهم في الشوارع، حننظفهم في المخازن حقتهم، حننظفهم في البيوت الشاكين فيها. معاك بتاع استخبارات، معاك بتاع شرطه، معاك بتاع مستنفر خشيت لي جوا بيته طلع لنا ما يثبت انت منو جيت هنا تسوي شنو وفي شنو في الدولاب ده. طوالي ما في 2 3 وبيغانون الطوارئ، اعلنوا الوالي اعلنوا، اعلنوا البرهان اعلنوا، ما اعلنوا اعلنوا انت، لانه جارك ده ممكن يطلع جاسوس ويطلع مندس بكره يغتصب ويقتل مرتك ويقتلك انت. إذا ما قدرت تدافع عن نفسك شيت حيلك، دافع عن مرتك، دافع عن ولدك، دافع عن أختك، دافع عن عرضك. ما تجيني بكرة تقول لي البرهان خاين زي الحيوان بتاع مدني ده، البرهان خاين وكباشي خاين وانت ساتك خاين، انت اكبر باطل.
انت اكبر باطل مخلي اهلك ديل لما بنتكلم ال9 شهور يوم واحد ما قلت لي يا صرفه يا اخ والله دارين نعمل حاجه لمدني، يا صرفه يا اخ مبادرتك حقت مدني، يا صرفه كلامك عن الوالي، يا صرفه انت كنت بتنبهني عن الوالي انه طابور، الوالي طلع في منصه قدام الناس قال لهم الانصراف صرفه الله في الدنيا والاخره، لقاك زول حسي بيطلع لايف او بيتكلم في السياسه في السودان يطلع له ويرد عليه والي، حصل مره لقاكم انا رد عليه والي الجزيره وفي النهايه جابوا ليكم ولا ما جابوا؟ انا ما بحاسبك حسي لانه انا صح وانت غلط. ليه؟ لانه انت يا اخي الحاجات اللي بتعملها كلها ما بتدل انك انت واقف. انت كان همك انه تعمل لك مشروع سريع في شارع النيل، همك انك تقسم بيتك 5 عشان تاجره بيت 5 مليار، همك انه والله تعمل لك طبليه، همك انه والله دار تشتري لك بيت جاهز، همك والله يا اخي دارين نشتري المزرعه دي نحولها مخطط سكني، همك انه انا بقول لك الوالي بيعمل، انت ما كنت بتسمع. حسي انا بقول لي نهر النيل واليكم طابور، بقول لي بورسودان لو ما تعين فيها والي عسكري يبقى الوالي الموجود ده طابور، بقول لي ناس كوستي، بقول لي ناس سنار، اي والي يا اخواننا يحمل المسؤوليه للقياده العسكريه. ما حمله هسه وين الوالي حق مدني اللي بيستبدلوا ليكم؟ احنا والينا بتاع الخرطوم شغال حتى التعبئه بتاعت الدعاء بتفتح لنا في مستشفى، اول امبارح فتح مستشفى في نص الرصاص والحته اللي قامت منها الحرب المركزيه، والينا بيعمل كده، انتوا اولادكم بيسوي شنو؟ هسه والي مدني ده بعد ما هرب ماله ما طلع بيان، عاد بولميري ولا اند كروزر بيرق وقدامه تاتشر وراه تاتشر، سيد الوالي وصل. اهم ملف عندي ملف الامن، وينه ملف الامن بتاعك؟ اصدرت فيه شنو؟ ما اكتشفت انه القائد بتاع الحاميه العسكريه طابور كيف؟ ما كان لو انت كنت عسكري كان عرفته. لانه كنت حتقول له امن لي على بعد 60 كيلو، خدت لي دفاعات متقدمه، احفر لي خنادق، لو رفض يعملها معناها اللحظه ديك القائد الحاميه طابور انا كنت حاعرفه، لكن يجينا البرهان الليله يقول لنا خونة من بلادي وخونة داخلية وخونة خارجية، واحنا ما نوال الكلام ده برهان، في الجيش ده تنظفه انت، في السياسة بتاع انه احنا والله صبرنا واحتملنا، احنا ما لنا ومال صبرك. الصبر ده يصبره رئيس الوزراء المكلف، الصبر ده يصبره المواطن المدني، العسكري ما بيصبر، ده ما شغلك تصبر، ولا تيجي تورينا انك تتسامى فوق الجراحات، انت في النهايه ورطتنا في الحته دي بتساميك فوق الجراحات، يا اخي ده خاين، ده الحامين برا في السفارات تيجي تقول لنا الحامين برا الدول، احنا بنقول لهم تعالوا السودان، يعني خلاص كده يعني خلاص جبت الرايحه وقال لك ما جاي السودان، هتعمل لي شنو؟ هتعمل لي شنو؟ هتجيبه بالانتربول، هتجيبه بالبلاغات المفتوحه فيه. كلامنا للساده المستنفرين. الليله ما في زول في السودان ينوم، احنا بكره عندنا جمعه غضب، صلاتك في المسجد الصباح، تنتظر صلاه الجمعه دي تشيل كلاشك وتطلع. اي حته الناس تعمل فيها تعبئه عامه، تصور فيديوهاتك، عندنا يوم السبت اسمه يوم الحشد. يوم الجمعه ده التعبئه العامه للمدنيين في الاحياء، الناس تفهم انه في حرب، في طوارئ. تفهم انه احنا المفروض نقف مع بعض. خطباء المساجد يتكلموا، التعبئة العامة الأعمال لنا وللخرطوم، وتكلم مع الدعاء، الولايات الآمنة الآن وما فيها خطر، اعملوها بكرة، ما عندك حل غير المواجهة، ما في حاجة غير الحشد الشعبي. ده حنعمله يوم السبت إن شاء الله، الساعة 8 صباحا قبل 3 يوم وعدونا مجموعة من القبائل، غير إنهم طلعوا بيانات أو واحد صور لنا 6 أنفار قاعد في بيته قبيلته سد عين الشمس. انت بتخدر فيني انا بين 6 انفار شاري لكم كلاشات؟ قبيلتك تعدادها كم انت بالملايين؟ ما تطلع برا تصور معاهم، سوقوا نمشي الحاميه. الدار احترم القوات المسلحه واحترم الشعب السوداني، يتعامل معانا باحترام. لانه في ناس كتار فيهم تحتهم 1,000,000 كروس. احنا بنحاسب في القائد العام ذاته اعلى جهه قضائيه في الدوله. وعلى سلطة عسكرية في الدولة بنتكلم معاهم مباشرة، فما دونه ولا أقل منه ديل ما بيعنونا في حاجة بالميتين ونزات. كنداكات شايلين البلد دي وشايلين همها، ولدك ده لما يطلع السلح بيحمي روحه. الليلة كتار الأولاد ضاعوا وكتار المستهدفين. الليلة مستنفر أنا عارف إحساسك لما الدعم السريع يدخل منطقة فتش في بيوت المستنفرين. الجيش الليله فيهم ناس بيقول لي مستنفرين لكم فيهم طوابير، مستنفرين ليه فيهم طوابير لما الدعم السريع يخش حله بفتش بيت المستنفر، بيغتصب امه واخته وبيقتل وبيقتل ابوه ذاته. كان سنده منه سند القوات المسلحه اللي بتنسحب، ما دايره حس يبقى لك طابور كيف انت؟ ما شافك نموذج قدامه يا بتاع الجيش اللي بتنسحب.
المستنفر الحسي بتقول لي بيقى شغال مع العدو، هو عمله لانه شاف الجيش بينسحب، شاف السند والظهر حقه، شاف روحه الرخيص عند القوات المسلحه. من بدايه العيله فول لما بدوا يفتشوا في بيوت المواطنين بيفتشوا في بيوت المستنفرين، الجيش ما تحرك. لما دخلوا الكلاك لفتشوا في المستنفرين اللي كانوا في جبل اولياء، الجيش ما تحرك ولا حرسهم ولا حماهم. الليله بيجوا بعاتبونا بيقول لنا المستنفرين فيهم طابور، ما شاف النموذج حقك انت عملت له شنو؟ داري يواجه الدعم السريع وداري يواجه الخونه وداري يواجه الجيش المنسحب ما موجود قدامه. هيكون في نص الحله برا وقاعدين مع ناس مع خونه احسن له يلبس الكدمول. لا عنده عقيده قتاليه، لا شاف قدامه نموذج ثابت في الميدان، لا شاف عسكري ما بينسحب، ما داري ينسحب كيف انت؟ اللي انت بتحارب ومتدرب في الكليه الحربيه 5 سنة بيقروك عقيده قتاليه تحمي السودان وغصم حالف عليه، انت قاعد تنسحب، المستنفر يعمل شنو طيب؟ الغايد العام يطلع يقول والله صبرنا، بدل يقول يا هدى الورق الاحمر انا بلاغي في ياسر عرمان، بلاغي في خالد سلك، بلاغي في حمدوك، طلع قال لنا احنا صبرنا وتحملنا، خلاص انت قاعد روحك نسيبتنا ولا شنو صبرت وتحملت؟ ما انه مال صبرك وما انه مال احتمالك، ده ما كلام بتاع عسكري، وده ما كلام بتاع قائد، وده ما كلام بتاع زول كان محاصر، وده ما كلام بتاع زول فدوه الناس بدمائهم. فدوك جوا القياده العامه شهداء يا برهان، وطلعوا برا لقوا الماتوا جوا حسي وسيرهم برا ما عارفين انهم حيين ولا ميتين، انت حتى كشف للناس اللي استشهدوا في القياده العامه ما قدرت تطلعوا. 3 حالات، يا اسير يا شهيد يا حي. الجيش ما عنده اجابه للثلاثه ديل، هم كل الكتيبه بتاعتك قدر شنو؟ والله احنا غطيناهم كلهم، ما غطيتهم كلهم، حس انا عندي حالات ممكن اجيب لك يا برهان. وحس اولادهم ذاتهم مشردين كانوا في مدني والكان ولا جيش شغال بيهم ولا عارفينهم ولا انت حتى، ديل من الناس اللي استشهدوا عشانك. الناس اللي استشهدوا في مجلس الوزراء، الناس اللي استشهدوا في القصر الجمهوري. دي كتيبه بتاعت التشريفيه، ديل ما مفروض يستشهدوا لانه مفروض تكون في كتيبه دفاعيه في القصر الجمهوري، ديل اتغدروا اتخانوا، في الناس كانوا ما في الخدمه ضربوا لهم تلفونات قال لهم تعالوا، ما في حاجات كثيره حتصرها يا برهان، في طوابير. انا ما بهمني الطوابير ولا بهمني اللي حصل، بهمني ما بعد ذلك، ما كان موقف القوات المسلحه ولا حاجه. لما نيجي يعايروا حسي المستنفر ولا يقول لكم المواطن بتاعكم اللي في مدني خاف ولا المواطن باع ما شاف من فوق بتعملوا في شنينته، تخطوا في مواجهه مع الدعم السريع وانت بكره ما بتجي، ولكن في متحرك جاي، متحرك ده لو جاي من السماء كان وصل. الكريسماس جاي وعياد الميلاد جاي، بابا نويل جاي، سايق غزلان بزلاقه بلف العالم كله في مخيله الاطفال. انت متحرك مركب لك مكنه 1800 سي سي 2500 حصان تسبق البوغاتي شيرون، دبابه انسى بس مكشبه بمراياتها، تمشي تسلمها له في الباب بتاع مدني وتجي تقول لي يا اخي يا حبيبنا الكلام ده ما بيجي. الكلام الكثير احنا ما عندنا حسي، كلامنا للجيش مباشر. الجيش ده اخواننا عقيدته يدافع، عنده حاجتين، يا يقتل يا يموت. الجياشي سلام عليكم ابو كاكي اخضر جيش، العقيدة حقتك يا تقتل يا يقتلوك، في النص انت ما عندك شغلة. ولكن كنا نفاوض ده ما شغلك. قلنا نسالم ده ما شغلك، إن جنحوا ده ما شغلك. جنحوا ولا ما جنحوا ده ما شغلك. احنا تحملنا ما تتحمل. اللي بيتحملوا غيرك، في ناس ثانيين بيتحملوا، أنت يا قاتل يا مقتول. يا شهيد يا منتصر. بس. كانوا في بعض السياسيين الخونة اللي حاولوا قدروا يوطنوا الدعم السريع في بعض المناطق، انت برهان زعلان انه الدعم السريع توطن؟ وطنوه خونه؟ يسميهم خونه؟ وماذا تسمي قواتك المسلحه اللي انسحبت من الحته دي خلت الدعم السريع يتوطن؟ بماذا توصف قواتك المسلحه المنسحبه؟ خونه الوطن الناس ديل، ايوه خونه سياسيين، خالد خاين، سلك خاين، وما اسمه خالد سلك عريان، اسمه خالد عريان طوال، سلك شيلوها برا، عريان راسه عديل خالد سلك، عارمان ايوه، زينب خاينه ايوه. بماذا تصف قواتك المسلحه المنسحبه المخليه مواطن اعزل كان مؤمل في قوات المسلحه ابيت تخت له دفاعات قدامه؟ يا هي دي كسي حجر العسل، الليله قالوا لك ضربات طيران عشان اتكلمنا امس، خدت لي فيها دفاعات متقدمه.
بكره الجيش الحاميه العسكريه تطلع تمشي حجر العسل، اذا خليت المصفى خليت المصفى ليه؟ ده الموضوع عسكري، انا ما عندي معاك شغل، لكن حجر العسل تخط ليه فيها دفاعات، المصفى ده انت والمصفى في 60، خد دفاعات في حجر العسل وريني انك انت مستعد ومتحمل. الليله طالع تشربني ببيان وتخدرني، انا ما عندي كلام زي ده. الحاجه اللي حصلت في مدني دي احنا كل امر المؤمن خير، كل امر المؤمن خير. والحرب دي اساسا هي بتكشف المعادن. قالوا لي يا اخي اسال ربك يجعل لنا ملك عشان احنا دارين نقاتل. قالوا يعني قالوا لو ربنا جعل لنا ملك احنا هنقاتل معه في سبيل الله. طلباتكم والله داري لنا زول يقودنا، قياده حلو. هاكم دي القياده. قالوا لا لا، اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. ده مش قاعده؟ احنا دارين نشوف الكلام ده حسي. جينا واستعدينا وجاهزين والشعب جاهز والناس مستعدة وما حتجيكم عوجة والجيش جاهز وتعالوا الحامية وجيبوا البهايم وجيبوا الرز وجيبوا العدس. سلاحنا جاهز، كلاشاتنا والله والله منطقتنا دي ما يعدبوها، حرم طلق حرم طلق، ما في اي حاجة حتجي هنا. الناس قاعدة في حجر العسل قاعدة تسوي شنو في حجر العسل؟ في المقابل على بعد 36 دقيقة مكتب الوالي بيقول لنا احنا حنفتح الجامعات وفتحها فعلا. هم قاعدين في حجر العسل، لا لا ما عنده مشكلة. في خونة وفي طوابير قاعدين في مدني، الطوابير هم اللي بينبهوا الناس. بيوصفنا احنا نحن بنقول والله يا اخي بنهيج وما في حاجة وامان، احنا الطوابير، ده الوالي. ده الوالي. بيوصفنا احنا اللي بننبه الناس وبنحذر وانه الناس تكفل اي حاجه وتستعد للمعركه، انه احنا اللي بنجيب الحرب. انا جبت الدعم السريع وديته مدني، انا جبت الدعم السريع وديته شندي، انا جبت الدعم السريع وديته مروي. اذا انت ما راجل قول ما راجل، لكن ما تقول صرف والله جابه. انا قلت لحميتي يوم 13/3 قول انا ندمان على الانقلاب بتاع 25 اكتوبر، وكنت انت ندمان عليه ومشارك فيه ومالك. أنا قلت لي حميتي يقول يا إطار يا حرب، ما هو ده قدام أضانك قاله، لكن كان في تخطيط قديم، تخطيط من زمان شغال إنه حميتي ده يجي يحكم البلد دي. الكلام ده أنا كاتبه من 2015 خليه. والسيناريوهات دي الناس اللي بتتذكر المنشورات اللي كنت بكتبها، الدعم السريع كده بتاع حي وحافعل وحميتي لكن لما جينا في فضل الاعتصام واعتصام القيادة الحرية والتغيير، هم رفعوا اللافتة المكتوب فيها حميتي الذكران الخوف الكيزان. بدت من هنا، بدت يشرعينه ليه، وكان 20,000 مكتوب اسم حميتي في العشرة مطالب حقت الثورة. دمج الدعم السريع في القوات المسلحة، إعادة قوات الدعم السريع من اليمن مكتوبة فيه. دي ما ناس غصي وبابكر، ودي ما تفاش الشهداء، ودي ما تفاها فضل الاعتصام. الوقت داك الحرية والتغيير بتقول حميتي الذكران الخوف الكيزان، هم المخططين له. حميتي الليلة الدعم السريع عنده مرجعية سهلة بتستبيح بيوت الناس، ليه؟ لأنها حقت كيزان. طيب ما تحاسبه أثبت إنه كوز. لا لا، الحرية التغيير ادته سنة سيئة. حرية التغيير جه قالوا إحنا عشان نستبيح البلد دي ونسرقها ونسرق البيوت والعربات، أسألوا إيهاب الطيب وأسألوا البرهان. أسألوا ياسر عرمان في لجنة التمكين، وأسألوا خالد السلك في لجنة التمكين، وأسألوا محمد الفكي في لجنة التمكين، وأسألوا ياسر العطر كان رئيس لجنة التمكين. أنت ياسر كنت بتصادر قروش الكيزان كيف؟ بدون محاكمة، بيطلع وجدي بيقول لهم يا أخي فلان ده كوز فلان كوز. في محاكمة؟ ما كان في محاكمة، كان في خميس البل اللي بفكفك الصواميل. مرجعيتك شنو يا وجدي؟ والله زاد له كوز، عرفتوا كيف كوز؟ عرفتوا كيف حرامي؟ بيانات وتقارير بيرفعها ودي والصعاليق اللي معاه، لما جينا وقت الحق وجينا وقت الجد حكموا الدوله طلع تقارير زي وشهم، طلع انهم بيبنوا حساباتهم على كلام فاضي، ودي ده تحديدا كذب علينا، قال في 17 مليار دولار انا حجيبها. انت مش صدقت ودي في طريقته تحت المحاكمه، فلان عنده 1000 قطعه، فلان ده كوز نصادره منه. طيب يا اخي صادره بالمحاكمه، انا كنت مصدي للجنه التمكين، ليه؟ اعملوا محاكمه عشان ما تعملوا الفوضى في البلد. طوالي بيشيلوا من الزول عربيته وذهب مرته وبيته وصادروها ويقول له اطلع، اسال وجدي يقول له البيوت صادرتها من الكيزان والعربات صادرتها من الكيزان والاموال صادرتها من مؤسسات الكيزان، كذا ادينا 3 كيزان مسجونين. تفضل. انت ما كان همك القروش قبال الزول.
لو انت همك الزول كان قفلت له المطارات، كان شغلت الانتربول جبته من برا، ما كان هميك تجيب عبد الحي يوسف بقدر ما هميك انك تسرق العربيه والمؤسسه حقته عشان تبقى المدير العام بتاع قناه طيبه يا ابو الجوخ. لو سالت ابو الجوخ القروش دي ممكن تكون حلال، يقول لك لا انا قلت كيزان خلاص كيزان. جد عامه دخلوا مدينه مدني كامله، هتكوا الاعراض ودخلوا البيوت، بيصادروا في الحاجات بتاعت ناس مدني مالكم، بيصوروا لنا في الفيهات خاطين القروش في الواطه، قروش شايلنا من السوق بتاعت المواطنين، ناس بايعه طماطم والبايعه بصل والبايعه خضره والعنده حواشه والبايعه له بهيمتين، قروش مربطه بالربط بسير والربط بسلفان والربط، دي ما قروش بنك، قروش سوق. دي قروش الكيزان ما شاء الله واحد والشايله خدتها في البوكس بقول ما شاء الله تبارك الله. يا دوبكم شفتوا البكاسي دي انتوا؟ مش انا قلت لكم البكاسي في نفس الليله دي بيتت في شرق النيل، دي البكاسي اللي كنت بتكلم عنها في الفيديو مر علي جبالك. يا دوب الناس بيقول لك عين الدعامه شالوها شلتوها ليه؟ بدون محاكمه. زول جاي من تشاد بيوصف واحد سوداني انه كوز واستبيح ماله وعرضه لانه شاف الحاجه دي عين خالد سلك، شاف الحاجه دي عين محمد الفكي، وشاف الحاجه دي عين حمدوك. مين اللي بيقدر ينكر في الحريه والتغيير الليله اللي بيطلع يقول لك صرفه جاب الحرب؟ حمدوك ده لما نكون لجنه في التحقيق في اعضاء الحريه والتغيير ما سلموا القروش لوزاره الماليه، ما سلموها لهبه، ما سلموها للبدوي، ما سلموها لدكتور جبريل، صح ولا غلط؟ وتذكر يا ودي اخر خميس ليه؟ خميس البل اللي قلت فيه وانا الليله هعلن الكشوفات السلمت فيها القروش ليه؟ جبريل مشيت لغيت المؤتمر الصحفي حقك. الليله الدعامه بيشتغلوا بالشرعيه والسنه السنه لهم الحريه والتغيير. يجينا واحد تشادي يجيب قدام عماره يقول دي سيدي كوز. يجينا واحد يمني او ليبي ارتكازات الكبري بتاع المنشيه الليبيين، ارتكازات شارع 60 ليبيين، الدعامه ما طلعوا سلموها، الجريف كلها ماسكينها ليبيين. ديل اللي بيحاكمونا في بلدنا بيطلعوا فلان كوز وفلان ما كوز يستبيحوا عرضه وماله. سألنا الحريه والتغيير الشرعيه اللي قبضوا بها انس عمر وجزوا لي، هل الدعم السريع عنده محاكم؟ هل من حقه يقبض؟ سكتوا ساي، قالوا خليني يقبضون. اشتياق كتبت لهم منشور طويل، امين جحا كتب لهم منشور بتاع بهدين اللي بلغ في بهدين قريبه الشهيد بهدين برضه كاتب منشور قال للدعامه يا اخي لو جبتوا لنا انا جبتوا لي البرهان ببقى معاكم. بعد شويه قام خدت لهم صوره العميد طارق الهادي، قال له لو جبتوا لي طارق الهادي انا ببقى معاكم. اشتياق قالت لهم دارين انكم تقبضوا الكيزان تغتصبون وتصوروهم وتدوهم طلقه وترمون في البحر، انا حبقى معاكم. الليله الدعم السريع قاعد يغتصب في اهلك في مدني، ما بتتكلم لكن ما حد يتكلم، ما هي باعي روح للشيطان من بدري، باعي روح للشيطان من بدري. امين امين اللي بيتمسخر الكيزان شالون ودقوهم، كان قال الدعم السريع ما بصل له اهله، وصلوهم وصلوهم. دي السنه السنتها الحريه والتغيير، دي الطريقه بتاعت العداله. لما جينا في الاتفاق بتاع جده البرهان قال لهم نفذوا الحاجه اللي اتفقنا فيها شهر 5، الحريه والتغيير طلعوا قالوا في شرط جديد خدت الدعم السريع في شهر 12 بعد 7 شهور. شنو الشرط؟ قالوا لهم يا اخي انتوا ما قبضتوا الكيزان، وانت الكيزان اللي قبضته انس عمر ده وقبضته الجزولي ما كان تمشي تقبض البشير براكه يا حميدتي؟ ليه المره دي جيت ليه الحريه والتغيير لما انت قبضت لهم الجزولي وانس عمر سكتوا؟ قال لك هاي خلينه يطبقون ويكتلون واحنا معاهم. لما جينا في الشرط الاساسي بتاع الدعم السريع انه ليه ما نفذ اتفاقيه جده وطلع من بيوت المواطنين في الخرطوم؟ قالوا يا الله يا اخي البرهان منعه نقبض الكيزان. هو اول مره لما جه قبض انس عمر شاور البرهان؟ لا. لما قبض الجزولي واقتحم بيته شاور البرهان؟ لا. هسه لما بقى في الموضوع 7 شهور قلنا له اطلع من بيت المواطن وما ساوم به وامشي واجه القوات المسلحه في النقعه وامشي لهم معسكراتهم، قال لا الا يسلمون الكيزان حتى اطلع لكم من بيوتكم. اقعدوا في بيوت الكيزان؟ طيب نعم، ما تقعدوا في بيوت الكيزان. الموضوع ده مش اتفاق ظريف؟ اي القائمه بتاعت المؤتمر الوطني والقائمه بتاعت الكيزان شيلوها، امشي اقعد في بيت البشير في كافور، اقعد في بيت علي عثمان في الرياض، اطلع من بيت المواطن في الرياض العادي، ده ماكوس. اذا البلد كلها كيزان دارت حكومه انت غصبا عنهم يعني مثلا؟ يبقى البلد ما كلها كيزان، صح؟ خلاص اقعدوا في بس في بيوت الكيزان. حل اللطيف سيد البيت ده كوز دارين انه لو ما جي احنا ما بنطلع، خليك قاعد فوق لما نجيك. مش اتفاق لطيف؟ فكره حلوه صح؟ امرقوا طيب. لا لا قال لك ما بنمرقوا. قالوا ما بيمرقوا. حريه التغيير لكن لانها سنت لهنا السنه بتاعت المحاكمات، المحاكمه في مؤتمر صحفي، هل ود رجل القانون بيقبل الحاجه دي بعدين؟
انا امسكك اكرتنك يا وجه وادخلك السجن اصادر بيتك واروعك قدام بناتك واولادك وامسك مرتك وامك واخواتك واخدتهم في السجن اقول لك لو ما سلمت روحك ما بتقبل الحاجه دي؟ هل ده قانون وعداله؟ سالناكم اخواننا انتوا حتضيعوا البلد وحتقولوا نظام فوضى، هسه الدعامه بخشوا مدني بيعملوا الكلام ده، في رفاعه بيعملوا الكلام ده، في غرى في الجزيره كهرباء ما فيها بيعملوا الكلام ده، بيصادروا اموال الناس وبيشتروا الناس، لانه السياسيين الوطنيين حقيننا بدل يتكلموا في انه اللي بيحصل في السودان وفي سياده السودان كتبوا بينتقدوا في البيان بتاع الحركه الاسلاميه، ما لقيتوا المساحه فاضيه لو حزب الاتحاد الديمقراطي طلع بيان ادان فيه اللي بيحصل من الدعم السريع، لكن رئيس الحزب بتاع الاتحادي الليله الدعامه دخلوا بيته وصوروا بيصور مرته هدومه في ابراهيم المرغني، سكت ساي طبعا، ساكت ساي، لكن امس كان بيقول لنا كل الولايات تسلمون، احنا ما بنسلم عرضنا وبلدنا زيك انت ما بتسلم. احنا نسواننا ديل اعز علينا منك انت ومن السودان كله واحده بس بل الكوكب كله انت، لكن بتسلمها وعرضك مهتوك وانا احنا بنسال الساده الختميه اللي بتعبدوا في زول ده جده قال شنو؟ جده ده منو ده؟ المرغني؟ لا جده النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو في جهاد العين؟ حديث راويه صحابي ما بتخجل انت عن اهل البيت ما حافظه؟ احاديث الجهاد اللي تروض عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالت وا محمدا في المدينه المنوره اللي قال لن يساكنون ده ما حديث ده حق جدك. كيف انت تكون سليل الدوحه الشريفه وبتعرض مرتك في الشارع وتيجي تتكلم لنا تقول لنا بيعوا نسوانكم ويجيك واحد ختم يقول لك ابراهيم المرغني صلى الله عليه وسلم. تصلى انت وهو النار ان شاء الله. تصلى انت وهو النار ان شاء الله، ده ما جد النبي، لكن انت ما عندك مخ. جيل مرتك واولادك وامس اطلع يا ختمي الحزب الاتحادي ما تتكلم والحركه الوطنيه تحرير السودان رفع العلم يقول لك الحركه الاسلاميه طلعت بيان ما تبقوا ارجل منه نطلعوا بيان وجهوا رساله للشعب المكلوم لكن بتقول لهم بيعوا خليكم زي ناس رفاعه والهلاليه قدموا لهم قروش الليلة يا قوات مسلحة الموضوع ده حسمه عندكم انتو والكلام الكثير ما بينفع وتكلمنا ما فيه الكفاية اتكلمنا ما فيه الكفاية ده بخاخ بتاع بنج يا اخوانا ما بتاع ازمة انا ما جاني ولا وانا ما جاني وجع حليق يعني انا حلقي ذاته اتقطع خلاص ف ده كله عشان نقول للجيش بكرة الجمعة افتحوا الباب اطلعوا بعض الجهات العسكرية بتتكلم انه التقرير او الصور الفيديو بتاعت السيد اللواء قائد سلاح المهندسين وهو يتكلم عن انه في متحرك بيجي خلال يومين لو ما جاء انا حقودكم ونطلع الشارع يومين كثيرة اعتبر اليوم اللي صور فيه الفيديو يوم واعتبر الجمعة دي ذات اليوم الثاني واطلع الشارع يا سعادتك راجي شنو انت كده انت ذاتك كشفت عسكريا انه في متحرك جاي عارف انه خطورة الحاجة اللي كشفتها دي شنو ساعدتك انه في متحرك جاي في الدعم السريع يستعد لا انه انت ما جاهز للمواجهة كان ما جاك سند وامداد ما بتقدر تواجه انت ضعيف حس كده الدعم السريع انا بورين المهندسين قالوا لكم كده احنا والله سندنا ضعيف واللي احنا راجعين وين ال 22 الف جندي قاعدين جوا المعسكر وين احنا دفاعاتنا وين سلاح المهندسين السلاح الفيو ده انسى بس وين احنا والله محافظين على قوتنا ويومنا نجي طالعين فالدعم السريع هيحتار انا بوريهم حسي زي ما وريت ناس حطاب امبارح قالوا جو بلوكم برضو ما بطل خليكم قاعدين خطورة الحاجة دي يا سعادتك انك انت لما قلت احنا لو ما جاء المتحرك ده لو ما جانا خلال يومين انا بغوتكم اطلع الشارع يبقى عندك مشكلة بتاعة عتاد وسلاح وذخيرة وكده فالدعامة حيفهموا انه سلاح المهندسين ضعيف اسي ده موضوع خطر افتحوا الباب ما ترجون في المعسكر افتحوا الباب ما ترجون انت كده ما حركت الشغل يا سعادتك والاستراتيجيه اللي عند الدعم السريع وتحليل المعلومه اخطر منكم ب 1500 سنه ضوئيه احنا عندنا كهنه كبار زي حليه بجنب الدعم السريع عندنا استراتيجيين بيحللوا المعلومه حقتك دي طوالي حيقروها مهندسين الزول قال منتظر ناس معناه ما عنده الناس خشوا لين بكره انتوا حتتبلوا يا سلاح المهندسين حتتبلوا ما خلاص انت حركت الجوكر تقول لي عساكرك لو ما جو احنا حنطلع وانت راجي ناس يعني انت الفتره دي كلها كنت راجي ناس وما تورينا طيب سلاح المهندسين 9 شهور ما تكلمونا انكم راجين ناس كنتوا راجين ناس واحنا قايلين لكم تكتيك عسكري
المهندسين رحلوا والبيوت اغتصبت والناس انتهكت اعراضهم والفتيحات محاصره بسبب سلاح المهندسين لانه في قوه. انتوا كنتوا راجين ناس واحنا ما عارفين؟ كلمتوا القياده قالوا شنو؟ برهان قال لكم شنو يا سعادتك؟ ده ما تاريخ اكتبه حسي. البرهان من امس شكله ما نايم ولمس الليله طلع متوتر متضايق. مجاهد قال مجاهد باسان الصحفي علق على صوره البرهان وانا شيرت الفيديو. مجاهد باسان قال البرهان ظهوره باهت. كلمه واحده يا سعادتك. يعني دائما احنا الفيديوهات حقتك الفتره اللي فاتت الناس بتعلق لك الكاهن والشفت. شايف الفهود انت نفسياتك متاثره؟ قول لي معسكر اطلع اعمل حاجه. التسع شهور دي انت للان ما عملت لك اي انتصار. حتى اليوم اللي فرحنا فيه بانتصار مدني ثاني يوم الجيش انسحب ما بتخلونا نتهنى. في حاجه ما مصفومه ما بتتم الشغلانه للنهايه. في زول دايرنا نجيف كده زي ما قال خالد سلك قبل كده. قال احنا دايرين الاثنين ما فيهم واحد انتصر. خالد حرق الشغل. داير الدعم السريع يكون في اضعف قوته، داير الجيش يكون في اضعف قوته عشان يجينا ياسر عرمان فاتح هاتك. لكن ده ما بيحصل طبعا. انا بطمن الجيش وبطمن البرهان وبطمن اي زول. برهان اتفاق ما بتقدر تتمه. الجيش ده انت تورطت معاه، الامارات اتورطت مع الجيش. الجيش فقد عرضه وفقد اهله وفقد شعبه وفقد ناسه في النهايه على اساس انه ينتصر. القوات المسلحه دي بعدين ما في حاجه اسمها حسكيته باتفاق او استسلام، ما بتقدر عليها، ما بتحكم البلد دي بالطريقه دي. الجيش ده براه حيفور عليكم والله يفور في البلد دي تاني ما في زول بيلمه. كل زول بمجموعته كل زول بكلاش. ودي الحرب الاهليه والتقسيم اللي انت دايره. طلع قرارات حقت رجال انت ما قدرت تطلعها. انت ما قدرت تطلعها. تاني انا بقول المؤسسه دي اذا ما تغيرت كامله او تغير السيستم حقها او المواطن بقى هو صاحب السي على الدوله، غير البرهان حتجيب عسكري حياخد تعليمات، حيعمل نفس العولاق ده. هسه البرهان ولا الزول اللي كان قاعد في مدني؟ انسحب ليه؟ خلاص عرفنا البرهان طابور، انت منسحب مالك؟ خلاص انسحبت استحاب تكتيكي مالك ما جيت راجع. قوة بتاعتك 55,000 ولا 20,000؟ قول 20,000. ما فيكم واحد كده وصل سنار اتعشى وشرب لك كوباية قهوة الصباح الساعة 4 دورت خارج؟ انتوا من هناك مشيتوا عملتوا إخلاء لأهلكم ولبستوا كلكم ملكي وقديتوا الخلا، هسه واقفين في الحدود بتاعت الجنوب. الجيش عامل التفاف لاف وينه؟ الكرة الأرضية دي كلها بتلفها في 11 ساعة، أنت لف وين؟ أنت ماشي وين؟ أنت رايح وين؟ أنتوا رايحين وين؟ الجيش أنت رايح ولا شنو؟ هسي ده سلاح المهندسين، ودي الخرطوم أملنا الأخير. الخرطوم ده أملنا الأخير، التوجيه المعنوي والإعلامي من جهات مؤدلجة، ركز. ومن جهات بتفتكر إن إحنا والله مفروض نركز على مدني ونخلي باقي الولايات، لا ده كلام فاضي، الخرطوم بس. الخرطوم مراجعين. الخرطوم مراجعين. دارين زول يجي يقول لنا ترجعوا بدل الناس دي لافه خمسة يوم. حسي ما للآن ما في غاية طلع قال انا ممكن استقبل الناس. او يا اخواننا والله احنا شغالين كويس. السيد قائد السلاح المهندسين الناس بيقول يا اخي صورته ظهرت وكده والموضوع ده خطر عليه. خطر عليه شنو يعني؟ حيصل لجنه اكثر من الحاصل لناس مدني. حيصل لجنه اكثر من الحاصل في الفتيحات. حيصل لجنه اكثر من حاصل في المدرعات في جبل اوليا. خلاص كل الشعب مستهدف بقى، لا في جيش لا في ما في جيش، كلكم مستهدفين. هسه انت ما عندك حاجه، قعدت 9 شهور انتظرتها، الدعامه قلنا لك طلعوا. الليله في صالحه انسحاب تاني. مشوا وجوا راجعين، هسه انسحبوا المغرب. من العصر انسحبوا المغرب شنو؟ من العصر بدوا ينسحبوا. بقوا في الصالحه شكلهم بيمشي ببيته في حته برا. الحاجه دي اتكررت امس. لما كانوا طالعين بيقولوا ماشيين كوستي ماشيين كوستي. ما اعرف شغلت لكم تسجيل ولا ما شغلت. الليله برضه نفس الكميه دي طالعه من الصالحه، صالحه ما في اي حاجه. تمشي يا طيران تدق لهم المتحركات بتاعتهم دي تفتشوها وين تدقوها. الصالح المعسكر ما تهبشوه هسي. انتظرونا الصباح لما نيجوا راجعين يقرشوا في المعسكر باللون. بلا المعسكر بتاع الصالح. اي معسكر فيه دعم سريع قاعد بلو. اي معسكر حق قوات مسلحه قاعد فيه دعم سريع محتله يتبلى.
الناس حست بتغيير في القيادة لما الكباشي مسك البلد دي يومين ثلاثة كده، متذكرين بعد طلوع البرهان، بدون ما الناس تعرف انه الكباشي قائد ولا ما قائد. تاني يوم من طلوع البرهان ده اي حتة فيها دعم سريع الدق الدق حقيقي، والنيران دي في الخرطوم ولعت فوق، ارتكازات في شارع الصناعات، في بحر، في الحلفاية، في الكدر، ودقت اليوم داك لما الناس دي خطت يدها في قلبها. كباش اشتغل كده، الناس قالوا ده اسبوع الكباش البلد دي بتنضف، ما في حاجة تاني وقفت. يا سرعات لقى تأييد شعبي من العالم الحر، من الشعب الفلسطيني مؤيد ياسر العطا في كلامه عن الإمارات، ما في حاجة. ياسر العطا نزل الميدان وشفناه الانتصارات الجيش اللي بيدس فيها دي يا اخوان، انتوا في مدرمان شغالين، وروا الناس المواطنين لو ما رجعوا حموا الخرطوم دي ما حيكون في، ما حتقدر تنتصر يا احنا متفوقين عليهم بالعدد، والناس خلاص ضاغط من يا اخي يا اخي يا اخي يا برهان. سلام عليكم، كيف اخبارك؟ ان شاء الله خير. بتعرف البروماكس؟ في نازح بروماكس والله نزح من ام درمان مشى جبل اوليا، عمل ماكس من جبل اوليا، نزح مدني عمل برو، من مدني مشى سنار عمل برو، ده ترابل اتش نازح، ده نزح ثلاثة نزحات وانت لسه قاعد يا سعادتك، ولسه المهندسين بابا ما فتح. هالنازح ده نازح ثلاثة نزحات، ده نوديه وين تاني؟ الخيارات المتاحة قدام المواطنين شنو؟ السيد القائد العام ما تكلم عنها، ما قال عندنا حتات آمنة، ما عندنا ولايات آمنة، ما عندنا حتات والله مؤمنينها، تعالوا عندنا علاج، عندنا مستشفيات، تعالوا. الناس لافين بالبطاحات من ولاية لولاية يا برهان، يفتشوا في الهروب عن مصر عن طريق التهريب يا برهان. هل تقبل الحاجة دي لشعبك؟ إذا أنت متضايق من الخاين فتتضايق على الشريف أول حاجة. لما تقول انه نوطنوا الدعم السريع ويتعاملوا معاه، ويتعاملوا معاه، والزول راكب في بطاحة من بيو، زول عيان عنده كلى، زول عيان عنده كانسر، زول عيان عنده ضغط، ما لاقي، زول عنده حبسي بول ما عارف، ده حي من بيو ببطاحة من اربع خمسة ولايات. حوامة انت ما حمتها، الحامو في خمس يوم دي انت في السودان ده ما حمتها. حسي بعد ده كله املهم في انه يخشوا تهريب مصر. المصريين يا اخواننا اقتصادهم انتوا براكم شايفينه شهر واحد في الكوكب ما جا. الوضع الاقتصادي في مصر بقى زيرو، ولا يمكن يتحملوا عدد زيادة، ولا في مبرر خليهم يتحملوا عدد زيادة يا برهان. لو صديت ليه ورجعت مدني دي القصة دي انتهت. مدني ما كبير يا برهان، فيها كوبريان بتضرب وانتهى الموضوع. انت ما ضربتها ما تقول لي تفاوض، انت ما تحركت الحاميات بتاعت كسلة، بتاعت القاش، بتاعت بورسودان، عملنا هجمة واحدة مستنفرين دخلنا مدني، ما تقول لي تفاوض. لسه عندي كارثة ممكن استخدمه، الجيش بتاعنا ده ينهزم بشرف، يكتلون كلهم، بعدين تقول لي تفاوض بسمعك، ما بلقى زول بيواقف. لكن ما دام قاعدين لابسين الكاكي وبيبكوا، لا ما تبكي يا زول، خدت الكاكي والكلاش الخيار ده ساهل، انت مضايقني وشايل مني فرصه يا جيش. الموضوع ده بسيط عشان ما تطلع عليه وقت المعركه طابور، الطابور ليه برا من حس البس الكدمور. خلينا واضحين، الداري قاتل بكره اللي ينزل الشارع يا جيش. الكلام ده للسيد اللواء نصر الدين، والكلام ده للسيد قائد المهندسين، والكلام ده للسيد اللبيب، والكلام ده للسيد ياسر العطا، والكلام ده للبرهان وكباشي. بكره ده ننزل الشارع، انزلوا علن وضحى فوق، احنا ما قاعدين نشتغل بالدس، واشتغلتوا كتامي ما نفع، واشتغلتوا علني ما نفع، واشتغلتوا بالدس ما نفع، ده كله كلام فاضي. الدعم السريع بيجيك ضحى تمشي له ضحى بس، ديك النقعه اللي بتفتش فيها جيش قاعد، النقعه هي ديك مدني. طيران حس له يومين ما شايفه في الجزيره، يقول لك لو ضرب الليله وقام ما شفت لكم طيران، ما تقعد تخم نسي. ودي الفيديوهات المتحركه، بلا متحركات بلا ما متحركات، من الليله سوف، دي ما عندنا حق، ما عندنا. عملت تطلع البيان بتاعك، ما عملت تسكو الساي، تتبلى وتسكو الساي، ما عندك شغله. ما نظف كلاشه باقي الليل اللي ينظف كلاشه. عندنا يا برهان عندنا فرص، واحنا الفرص اديناك لها وكملت الفرص. الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب. دار ترجع لربنا تنوب تتوب، لكن طالع لسه تضلل وتعمل لي الخداع الاستراتيجي اللي انت ماخذ فيه ماستر. انا ما بتقدر تخدعني، ما بتقدر تخدعني. وبيانك الليله ده من شده ما ضعيف، انا ذاتي لا سمعت ولا قريت ولا داير اقرا ولا داير اشوف، وكنت بتوقع غرارات وما عملتها. يبقى انت ما حتنتصر، ما
ما قلنا الجيش ما حينتصر، ما قلنا الشعب السوداني ما حينتصر، قلنا البرهان ما حينتصر، ما طلع قرارات الانتصار، ما عمل الولاء عساكر، يبقى ما قدر يفرض سيطرته. كان في مشكله دستوريه لو حول الولاء عساكر اتفاقيه جوبا، اتفاقيه جوبا ده ما خلاص. لو اعلن حاله الطوارئ في الظروف دي المعاني من اتفاقيه جوبا يخش. جبريل معاك ولا ما معاك؟ عقار معاك ولا ما معاك؟ طنبور معاك ولا ما معاك؟ مصطفى خلاص كفايه. حركات الموقعه كانت مع الهادي حجر انسلخت وجاتك في الفاشر، خلاص كفايه لحد هنا. انت القائد العام وانت القائد الاعلى والقرارات في يدك، عندك مجلس سياده مكون من ناس بتحملوا معاك القرار. قلنا ما البرهان برا وكلكم معه، كل القيادات معه. شندي الليله رفعت تمام السلحت كلها باقي الولايات عشان يضيعوا يعني. شندي قاتلت حاربت، شندي اشترت الليله في البيان بتاعنا الشندي اولادهم براهم جايبين ليهم 80 بوكسي، 80 بوكسي الصباح عملوا مبادره جابوا 80 بوكسي اولادهم الذهاب في الذهب، واللي عنده بوكسي مقرش في البيت 80. بعد ساعات بقت فوق ال 325، الرشاده جايبين 325 وتسليحهم وسلاحهم. مدني ما عملوا الحاجه دي، هسه بيقوا يفتشوا في مدني للبكاسه تطلع الناس. 9 شهور بدعين في الخرطوم والازمه حقتها ما عملت حاجه. قبائل سهل جدا تبيع وتخون، يقول لك يا اخي كيك الولدنا، انتوا حراميه زيه، اللي بيقول كيك الولدنا ده كلب زيه. نحمد الله انه معركه مدني ظهرت كشفتكم يا خونا. كيك المينول بيحكم السودان، وكيك المينول بيعيش في السودان، وكيك المينول بيكون عنده كلمه في السودان. تحلموا انتوا، والله بتحلموا. الحركة اللي عملها القوات المسلحة الليلة، موضوع المتحركات بتاعت الجيش دي، ما شفت الجيش ده متحرك عديل؟ ما تنزل فيديو، ما تكتب لي في بل تقيل، ما شاء الله بل تقيل ولا خفيف؟ الجيش ما قال لك بلينا؟ ما تدافع عنه، ما تبرر له، احنا جيش واحنا مع الجيش لما يصدق ويتحرك، لكن خمدة ما ينفع معانا. أقول لك الشبكة قاطعة في مدني، الناس ينزلوا لي في الفيديوهات؟ الشبكة قاطعة في سنار وفي كوست وفي مدني، تقول لي في متحرك متحرك من سنار حسي؟ تلعب على منو أنت؟ وأنت لما ما كان عندك عسكري ذاته إحنا ما كنا معاك؟ وأنت لما ما كان عندك كلاش إحنا ما كنا معاك؟ ولما الجيش ناقصه العلاج والأكل والتموين إحنا ما كنا معاك؟ لما بقيت جيش وبقى عندك قوة وعندك تأشيرات وبقى عندك مستنفرين وبقى عندك شعب واقف وراك، دار تغشني؟ لما أنت كنت مافي أنا ما كنت معاك، ما محتاج تغشني، ما محتاج تقول لي في متحرك وانت ما عندك متحرك. طول الامل ده النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، ما تاملوا الناس وتجي تصدموهم عشان تخدروهم. حنجيكم، حنفعل، حنجي. الجيش متحرك، في متحركات، عندنا التعليمات 3 يوم، بكره طلعت التعليمات يا جيش. انا خدت عليكم واضحه، ما البرهان، الجيش ذاته. اسمع العربي ده يا زول، اسمع العربي ده، واحنا بكره طالعين الشعب السوداني، جيش معانا مرحب جزء مننا، ما معانا براحته خليك في معسكرك، لكن ده انا بقول لك كلام. احنا بكره دايرينكم تطلعوا ترجعوا مدني. دايرينكم تطلعوا ترجعوا امدرمان. دايرينكم تطلعوا ترجعوا الخرطوم، تفتحوا المعسكرات حقتكم دي. تمام؟ طلعتوا طلعتوا، ده اسمه يا جماعة الغضب. احنا غضبانين عشان البلد وعشان الجيش. عندنا يوم الحشد ان شاء الله، ده يوم السبت، راجل ومرة في السودان ده بنسلحه والله من مخازن القوات المسلحة دي. القلاع منكم الدعم السريع في الخرطوم، والقلاع في مدني، والقلاع في نيال، والقلاع في جبل اولياء. احنا والله نقلع منكم علني كده، قنقر عينك كده، المخازن دي تتكسر قدام القائد بتاع الحامية وقدام الوالي، وتتوزع السلاح ده لراجل ومرأة، وان شاء الله يجي بلوكم ويطلعوا ميتينكم، ما عندنا معاهم شغل. وقت ابيت تنظمهم السوق من تحتك، عامل لي فيها قايد ولواء، وانا شفتها ادي الناس ده السلاح. طلع ود ناس وبقى مستنفر وقف معاك خير وبركه، طلع جزمه وخاين وبايع، هو زيك وزي المنسحب ده، خليه بلك يطلع دعامي. شفت المستنفر ده يطلع دعامي بلك يبل ميتينك. 9 شهور بتتماطل فيهم مالك انت؟ 9 شهور مالكم ما دمجتوهم مع هيئة العمليات ومع العمل الخاص ومع القوات المسلحة مع ناس الشرطة؟ ما دمجتهم مالك؟ خليتهم الجهة الثانية تشتريهم، قاعد تسوي في شنو؟ تتفرج في المستنفرين مدربين ومحفزين وجاهزين تتفرج فين؟ تعالوا تمام، تعالوا ارجعوا، تعالوا تمام، تعالوا ارجعوا. لما فضيتوا المعسكرات في الخرطوم وكرري كلها قاعدين يدونوا فيهم الدعم السريع في اليوم الواحد تجون 370 دانة.
هناكر كلها زنك خليتوني يشردوا من المعسكرات، انت الدائر الحاجه دي، ما تيجي تتبكى فيها حسي. كلامنا واضح للقوات المسلحه، بكره مرقتوا انتوا معانا، ما مرقتوا انتوا خونا زيكم زي القاده بتاعنكم. انتوا خونا زيكم زي البرهان، ما في ثلاث فاصح في البرهان. لما نتذكركم ان شاء الله بعد السبت، بعدين نجي نشوف موضوعكم شنو. العربي ده واضح ومختصر ونجيض. يا هيديك مدني. قالوا دارين النقعه يا هيديك مدني، يا جيش امشي عليها. اللي بيتكلموا في اخواننا انسحبوا في مدني، ما تقعد تتبكى لي جيشنا انسحب وكسر ظهرنا وكسر ميتيننا. انت ذاتك قاعد في شندي ده حسي دور تاتشرك امشي مدني، هيديك موز المنعك. كلكم اللواء احمد الطيب الا من رحم ربي. كلكم احمد الطيب. قال له ذلك الرجل وكلكم ذلك الرجل. ديك شندي دور تاتشرك امشي مدني، ما تتكلم في جيش مدني المنسحب يا جيش. هجانا ما تتكلموا في ناس مدني، ديك مدني دور تاتشرك عمر كلاشك امشي طلعها. كلها 3 كيلو في 3 كيلو، عندها كوبريين تخش تكرتينها يمين شمال، في جيش قاعد جوا لسه، في هيئة عمليات قاعدة، في فدائيين، في مستنفرين مستهدفين، كل يوم بلقطوا منهم بالعشرات، كل يوم بيستهدفوا فيهم في بيوتهم وفي اهلهم، كل يوم بخشوا لهم في بيوتهم جوا. هتقعدوا تتفرجوا فين زي اندرمان؟ هتقعدوا تتفرجوا فين زي الكلاكلة؟ زي اليرموك؟ زي الاحتياط المركزي؟ زي جبل اوليا؟ دارين حركة. هسي مدني دي جات كشفت لنا الصالح والطالح في الجيش وفي المواطن. ورتنا الخونة ومرتنا المعانا ورتنا ضدنا. اللي بيعملوا فيه في الجروبات بتاعت القحاتة والجزم ديل وديل الرجال ديل ما رجال. ديل ما رجال. اللي بيكتب لنا لا للحرب والبطعن في القوات المسلحه والبطعن فينا والبطعن في الناس الواقفه مع الحرب انها ترجع لهم بلدهم والناصرين القوات المسلحه والبطاول على الكنداكات ديل ما رجال، حسابكم بعدين عسير. انتوا البلد دي ما بتحكموها، كان دمرتوا الجيش ولا دمرتوا البرهان؟ انتوا ما بتحكموها ولا بتجوا فيها اصلا. ما عندنا حاجه كثيره، برهان عين ولا عساكر ما عينتهم، انت اللي حتتحمل المسؤوليه بتاعت انسحاب الحاميات. ده موضوع ولا في زول يتدخل فيه، ولا احمد الطيب مسؤول ولا المدني مسؤول، مسؤول البرهان المعين والي عسكري. معين لنا موظفين بتاعين ادارات تنفيذيه، احنا ما دارين موظف تنفيذي، دارين وزير داخليه كارب قاشو راجل. هتلر لما سقطت برلين حرب العالميه الثانيه كان حوله يا برهان طبالين وكان حوله قاده كهنه. جاهو غايه كاهن كبير هتلر مديه اعلى وسام في العسكريه وبكرهه موت، لانه في العالم كله ما في المانيا ولا اوروبا، في العالم كله ما كان في زول بصحح لهتلر كلامه الا الزول ده، ماخذه عسكريه استراتيجيه حقيقيه. هتلر قال يا اخي الروس ديل 1,200,000 جايننا بالغرب، الزول ده قال لي ما بيجوا بالغرب، ديل بيجوا بالحته الفلانيه، تعال ننتظرهم بجاي. هتلر قال لا انا اسوق قواتي داير اسوق باقي الجيش الالماني امشي انتظرهم هناك. الزول قال له يا اخي كلامك ده غلط، انا داير 25,000 عسكري والناس دي حييجوا بجاي. بناء على الخريطه 1 2 3 رسم لي هتلر اخر اجتماع، اجتماع ده عمله في المبنى بتاع البرلمان، عندهم تحت 40 قدم تنزل تحت وعندهم قاعه بتاعت اجتماعات، قاعدين معاه القاده المطبلين له. المديهم الغاب وهميه زي الناس اللي حولك ديل يا برهان. واحد مديه القائد العام للقوات المسلحة الألمانية، ده طبعا مش شرفي، ده ولا أي حاجة، هو القائد العام ما هتلر ذاته، وهتلر ذول ما عسكري، بتاع توهم، عنده أوهام في راسه، مريض، عيان عنده كك، هتلر عيان، ولاقي ديل بيطبلوا له، أي زول في القادة ديل كان بيديه أعلى الأوسمة، عارف ليه؟ لأنه كانوا بيصفقوا له، هتلر كلامك صح يا ربا يا كاهن يا كبير يا أوكرروك، شفت الكلام ده كيف؟ الناس ديل قالوا لي يا اخي خطتك صح، عارف ده بيقول له لا خطتك غلط، وفي النهايه سقطت برلين، عارف ليه؟ هس انت ما ممكن تجيب لي وزير داخليه زول بتاع حاويات بيكتب تقارير، ده ما حيحافظ على الداخليه، لانه ما قبل كده خاض معركه، ما عارف يستخدم قوات الشرطه والمكافحه والاحتياط بتين، ما ادى اوامر لقوات الاحتياط والدوشكاته والمدفعاته وتكون خط مدني بتين، ما عارف الحاجه دي، ده ما حينفع، انت دار تسقط الشرطه. دارين وزير داخلية يدق الصفارة بكرة يجمع كل المعسكر بتاعه بتاعنا الشرطة في السودان، في 7,000 ضابط قاعدين في مصر، ما انت ما محتاج لهم. تجي تقول والله خانوني مدني، لو كان فيها 7,000 عسكري مدني كان بتسقط؟ كان فيها 7,000 ضابط كان بتسقط؟ ما كانت بتسقط يا الجيش، لو رجع وانسحب القوات بتاعت الشرطة كانت سدت الفرقة. لكن انت ما استدعيتهم،
جايب ليه وزير بتاع داخلية بيكتب حسابات بتاعت حاويات 40 قدم 20 قدم، جايب فيها شنو بالة بتاعت قطن؟ اه عندك كم تلفزيون 25 بوصة بالبوصة بحسب لك، ده بعرفه ده ما بعرف ده. الزول الأبا هتلر اسمع كلامه، كان محاصر الجيش الألماني في فرنسا مرقوا، في باريس مرقوا، اتحاصر في بريطانيا مرقوا بأقل قوة، لأنه ده شغله استراتيجية بيعرف بيمرق كيف. أنا داير زول يقود لي في مدني، والي مدني محاصر 9 شهور، تجيب لي والي لابس بدلة يا برهان؟ أنت بتستهبل تضرب مدني؟ أنت بتتهاون بالجزيرة، أنت بتتهاون ب ب ب بشندي. خدت لي والي قحاتي بيطلع بيقول لنا أي بفتح المدارس ولا ما بيثبت، لكن لما الحارة تجي ما بيثبت، ما بيرجعها، بس بيتفاصح يقول لك بفتح المدارس، أقسم بالله ما بيرجع. حدارين والي يعرف انه مدني ده لو اتحاصر تمرق كيف، قائد عسكري يكون عنده خبره، يكون زول اشتغل في الدمازين، زول اشتغل في واو، في جبيد، في اليورمو، في 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 في, في يرول، في 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 واو، اتحاصر ومرق. انت بتستهون بالجزيره الليله لما تقول للمواطن في الجزيره استعد، وانت عملت شنو عشان تستعيد يا برهان؟ الوالي بتاعك لسه قاعد، وزير داخليتك زول رانكر بتاع حسابات، انت بتستهتر بالداخليه. وزير دفاعك وين يا برهان؟ ظهر لنا قبل كده في صوره وقمنا اعتذرنا له، ولسه رايفك مش جابك الحميدتي؟ والله رايفك وفي حتته، ما قاعد في بورسودان لابس بدله، الجيش يقول قاطع الذخيره وانت قاعد وزير دفاع؟ كنت محاصر في القياده ما عارف يعني الذخيره يعني شنو؟ ما عارف قواتك حاصل على شنو في القياده؟ انت كان الذهب ده كله تبيعه يا وزير الدفاع، طيارات تبيعها، شاحنات، اي حاجه حقت الدوله تبيعها تجيب للناس المحاصرين في القياده. وزير دفاعك ده برهان ما حتنتصر به، لا يمكن تنتصر بوجود الوزير ده، ما تقعد تكذب على روحك. لكن لانه زي بتاع هتلر بيطبل لك، اوه شي فيزياء، خطتك سمحه بتاعت الحفر بالابره، وقعد بقى وحفر الابره دي، واحنا انت وقت بتحفر بالابره احنا ذاته قاعدين نحفر لك بالابره، والله جد حسيت انت مالك قفلت الشارع بتاع الكورنيش. انت ما كان تثبت مالك قفلت شارع الكورنيش. انا ما قلت لك يا صاحبي بمشي معاك بالراحه بالراحه، يقول لك صرفه البرهان ده بيبلعك، انا والله ابلع 60 برهان زي ده، حسي ما هو ده بينه وبينه 5 انفار. موكب 5 انفار لافته واحده يسقط البرهان عليه الايمان والرحمن دقيقه ما يقعد، العربي ده ما نجيض، اي ولا بنسويها، تقعد في الكرسي ده. لا بتفوت الكرسي ده، لا بتعمل ولا في زل بينقلب عليك، انت تصلح غلطك، ما عندنا لك حاجه. تسلمنا لا صندوق، ده ولا تقعد تعمل لي فاهم متضايق الليله وكاتمه معاك وزهجان، ما عندي معاك شغل يا حبيب، انا ما نسيبتك، ما عندي لك حاجه. الوالي بتاع الشماليه، الوالي بتاع ما في والي مدني ما حتنجح بهم. مدير جهاز الامن والمخابرات ده ما عينه لك حميدتي، مدير الجمارك ده ما عينه حميدتي، الرفع علينا الجمارك بالليل الدولار الجمركي والناس نايمه قبل شهر. الناس نايمه رفع عليهم الدولار الجمركي، عطل للناس اعماله وزاد الحاجات، بدل تدعم الاكل والشراب بتفتش لك في موارد دخل يا برهان. ما دام بتفتش في موارد ده دخل، اي بيت مؤجر فوق السعر حقه 500 مليون تخط عليه ضرائب 500. الضريبه بتاعت الايجار في بورسان تركب الناس لما انت امن. البيت ايجاره كله 250 مؤجره للناس ب 2 مليار تاخد عليه فوق ال 500 اي قروش الفوق دي كلها ضرائب 70% ضريبه. اي مواطن يجي يبلغ في المحليه تديون الكشوفات انت مأجر بكم؟ بالله الناس يشيل منه الحراميه واللصوص ديل. الليله في بورسودان وصلت 60 مليون جنيه لانه المدني سقطت. ناس بورسودان طوالي قاموا استغلوا الظرف بتاع ناس مدني قاعدين يشربوا في القهوه وامور طيبه، واحنا اولاد الخرطوم واولاد الولايات الثانيه سادين الفرقه في بورسودان، بالعربي نقولها اولاد بورسودان، لكن قاعدين حس بزيدوا في الغرفه الواحده زادوها. انت عارف الليله كم وصلوها يا برهان؟ 60 مليون بتاجروا في ناس مدني. مش دخلوا قروش الحرام دي بطن الدعم السريع داخله يا صرفه، ما تتفاول، الدعم السريع ده داخله، ما هو الدعم السريع ده دخل بيوتنا دي كيف؟ ما بالحرام، ما جا خدت لنا الجنه والنار والناس مشت ورا النار، دار القروش السهله والمسروقه، منو في مدني حسي ما عارف قروش الدعم السريع مسروقه؟ عارفينها؟ شالوها دخلها في بطونه. منو في رفاعه ما عارف قروش الدعم السريع مسروقه؟ منو في شرق النيل ما عارف بشيلوها منهم؟ ما زيك. دي ما الخيانه والطابور المنسحب ده احمد الطيب ذاته في المدنيين. ده المجتمع السوداني حسي كده. دخلتوا القروش الحرام دي بطونكم، بعدين ما تفتشوا الا البحر، ما بهناك قفله منكم، الناس بورسلانيين لك تلبوا. والله العظيم جهز لك سنبك يا صاحبي، تقعد تكون حايم كده تفرفر في البحر اللي ينم فيك اليمني ده، هناك الحوثي يطلع ميتينك انت والباخره الاسرائيليه. قوموا قدوا يا اخي.